عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بيكم مرة تانية. فقرتنا دي هنتكلم فيها عن الرياضة ولكن من منظور فني. هنتناقش في إن إزاي السينما المصرية وكمان العالمية تناولت الرياضة والرياضيين. هنتكلم في التفاصيل دي مع ضيفنا العزيز اللي منورنا، الناقد الفني الأستاذ كريم المصري. يا صباح الفل عليك. صباح الفل، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. صباح الهنا. صباح الفل. المرة التانية على التوالي فترة قصيرة منورنا يا أستاذ كريم. شرف ليك. وملفات يمكن هنقول إن إحنا طرحنا كتير منها الفقرة اللي فاتت، لكن برضو في لسه عندنا استفسارات حابين إن إحنا نتناقش معاك فيها، وحابدأ معاك برضو في، وعايزين كلامنا المرة دي ما يبقاش بس محليا، عايزين نتكلم محليا وعالميا، لأن الوضع كمان والفكرة عالميا ابتدى يبقى فيه طرح جديد في المسلسلات وفي الدراما وفي السينما وغيره. فكرة هنا الرياضة، لو أنا هتكلم أو هبدأ معاك أنا وكريم فيها، يعني فكرة طرح الرياضة وهذا الملف وحياة الرياضيين والمكاسب الرياضية، وفكرة أن أنا أعرض قدوة للأجيال الصغيرة حتى من خلال الكرتون بالمناسبة، كل ده بيفرق بشكل كبير جدا. هل إحنا نقدر نقول، هبدأ محليا، مهتمين بهذا الملف رياضيا في الدراما وفي السينما بتاعتنا، ولا الموضوع محتاج تركيز أكتر؟ هو في الحقيقة لا، احنا مش مهتمين بالملف خالص. على مدار سنين طويله جدا عدد الاعمال اللي اتعملت بتناقش الرياضه هي كانت اعمال قليله جدا، محدوده قوي، وللاسف جودتها ما كانتش احسن حاجه، يعني كانت قليله الجوده وقليله الصناعه بشكل كبير جدا يعني. فاحنا مش مهتمين بالموضوع، مع ان الاعمال اللي اتعملت خصوصا لمناقشه السير الذاتيه هو تقريبا كان عمل واحد بس يعني، كان فيلم النمر الأسود لأحمد زكي، القصة حقيقية عن المهندس محمد حسن يعني. والفيلم حقق نجاح كبير في وقت عرضه، وده كان سنة 81 تقريبا يعني، وكان متوقع أن يكون في زخم أكتر في الفكرة دي، وأن احنا نحول مسيرة الأبطال الرياضيين لأعمال، خصوصا أن هم قصص ملهمة يعني بالزبط. فيها دراما كتير غير جداً بقى يعني. الشخص المعلم اللي بيخش يسيطر ومش عارفه يتجوز كام، يعني تعبنا حقيقي والله. جدا بصراحة تعبنا يعني. فهي رحلة صعود، وكمان بتمثل رحلة صعود حقيقية وواقعية. لكن في أعمال اتعملت ناقشت الرياضة بس من غير سير ذاتية، من منظور مختلف يعني، من ناحية درامية بحتة، واتعملت بالمناسبة حتى على استحياء، وكمان مش كم كبير يعني، مش كم كبير لا، وكانت جودة خصوصا طبعا. في الأفلام اللي ناقشت فكرة الألعاب القتالية زي كونغ فو والكاراتيه والملاكمة، اتعملت في مصر يعني بصورة إخراجية. الشريف عمل أظن عمل ما ليه علاقة بعالم الملاكمة، عشان كده بقول لك يا معمول يعني كعدد محدود جدا. وبعدين بالمناسبه برضو، ليه الاعمال اللي اتكلمت عن الرياضه حتى ولو بشكل كوميدي زمان عايشه الى يومنا هذا بالمقارنه باي عمل تاني اتعمل بعديها بسنين طويله مع فرق الامكانيات؟ افلام بسيطه يعني، انت عندك فيلم زي 4-2-4 الى يومنا هذا بيضحك طوب الارض، ما فيش حاجه زيه. ليه؟ وشوف الفيلم ده اتعمل من كام سنه واتعمل بامكانيات قليله جدا تقريبا، من غير امكانيات يكاد يكون يعني. هو الفيلم ده بالمناسبه هو متاخد يعني من مسرحيه ايطاليه اسمها الورثه، والفيلم كان طرح معبر جدا يعني، ان حياه الناس برغم كل الهموم اللي ممكن يقابلوها، لكن هم عندهم شغف تجاه الكوره لدرجه ان هم مش عايزين يفكروا في أي حاجة تانية غير مصلحة الفريق اللي بيتكون ده، ويشوفوه فريق بطل، والأب بيوصي الابن إن هو يكمل المسيرة بتاعته. طب. والجمهور كله الورث بتاعه والجمهور كله بيتعامل مع يونس شلبي بطل الفيلم يعني بمعيارين، أنت لو هتكسب فإحنا معاك، أنت لو هتخسر فإحنا ضدك. فالفيلم كان معبر جدا في فكرة إن المجتمع المصري هو مجتمع شغوف، عنده شغف حقيقي بالكوره تحديدا يعني. وكان في بين السطور كمان رسائل في منتهى الاهميه، فكره معالجه التعصب الشديد عند بعض الجماهير، فكره اللعيبه اللي في مرحله ما من خلاص بقى حققوا نفسهم فممكن يتعالوا على النادي اللي هم تابعين دي. مش عارف انا شفت الفيلم ده ولا لا؟ بصي فايتك كتير، لازم تشوفيه. ضحك كوميديا فارس كمان بشكل كبير طبعا. لا وفي كمان يعني مثلا من ضمن الحاجات الحلوه جدا عملها استاذ وحيد حامد في فيلم الارهابي، المشهد اللي عادل امام فيه حس فيه بمدى الوطنيه بتاعته كان في ماتش كوره، كان ماتش من تصفيات كاس العالم من مصر وزيمبابوي تقريبا، تصفيات كاس العالم 94
ارهابي. الارهابي عفوا. اللقطه دي المشهد ده تحديدا المشهد اللي عادل امام حس فيه بالوطنيه الكبيره صحيح. كانت من خلال ماتش، لان فعلا ماتشات الكوره والمنتخب بتعلي الحس الوطني عند عند الناس كلها تقريبا. صحيح، ثم مختلف معتقداتهم السياسيه وغيره، كله في الاول وفي الاخر بيجتمع على حب الوطن في جزئيه معينه ما فيهاش شك طبعا. بالضبط. طيب لو احنا جينا ناخد الاسباب، يعني احنا عرضنا او طرحنا الازمه، او لو احنا عندنا مشكله او عندنا نواقص معينه، ازاي ممكن نعالج؟ يعني ليه، او من وجهه نظرك ليه المنتجين ما بيتجهوش والمخرجين ما بيتجهوش لفكره فعلا القدوه او عرض نماذج ناجحه او ادخال الرياضه كجزء اساسي في المسلسلات؟ يعني مثلا دايما يبقى في كاركتر شخص رياضي في المسلسل وناجح وحياته حلوه، ليه ما بنلجاش لده؟ ليه بنشوف بس النماذج اللي هي دايما يقول لك انعكاس للواقع؟ الواقع فيه الكويس وفيه الوحش، فيه البلطجي وفيه الرياضي الناجح او الانسان الناجح، فليه بنركز على فئات معينه نقول لك اصله من الواقع؟ ليه ما يبقاش في كل مسلسل وفعلا زي ما كنت بقول لحضرتك دلوقتي في فيلم نموذج رياضي ناجح؟ ليه لا؟ هو الفكره كمان ان انعكاس الواقع هو الرياضه جزء اساسي من حياه الاسره المصريه، يعني الطفل وهو صغير اسرته اول حاجه بتهتم بيها ان هو على الاقل في فتره الصيف يلعب رياضه، بيبتدي كاراتيه او سكواش او كره قدم او كره سله او كره يد، دي حاجه اساسيه موجوده في واحنا كمان على مدار ال 20 سنه الاخيره احنا عندنا نماذج لابطال رياضيين حققوا مجموعه من الميداليات العالميه سواء في بطولات العالم او في الالعاب الاولمبيه، فالنماذج دي لازم تكون موجوده. وفكره ان احنا طالما يعني احنا كمجتمع او كفن مصري احنا تملي بنميل لفكره الدراما الاجتماعيه، يعني مثلا عكس امريكا بره بتعتمد ممكن على اكشن على الخيال العلمي، احنا في مصر عندنا مهتمين بفكره الدراما الاجتماعيه. صحيح. وفي بحس ان هو حاجه متعمده ان هو في اغفال كبير جدا لدور الرياضه، مع ان احنا ممكن نناقشها بشكل او باخر تكون موجوده، بس هي للاسف مش موجوده. انا شايف ان لازم الكتاب وشركات الانتاج تبتدي تدخل الدور ده ويكون موجود ويكون نموذج، لان هو نموذج حقيقي موجود، والرياضيين في عصر السوشيال ميديا وعصر الفضائيات تحولوا نجوم مجتمع، يعني سهل جدا ان يكون في رمز وقدوه للشباب يبتدوا يقتدوا بيها. وفكره ان احنا مش طول الوقت هنبتدي نصدر ان انعكاس المجتمع هو عن طريق الازواج الاربعه وتجاره المخدرات وكذا بالزبط. وكذا، ومع ان في نماذج ثانيه ممكن تكون موجوده. بس ده من زاويه الكتاب والمنتجين هو ده الاكثر جذبا من زاويتهم، بقى مش بقول لك ان ده صح ولا غلط. احنا خليناه يا كريم الاكثر جذبا، احنا يعني فرضناه عشان شخصيه البلطجي مثلا، شخصيه الراجل اللي هو المزواج، في كونفليكتس كتيره ممكن تنتج عن طبيعه الشخصيه دي. بالعكس حضرتك. فقماشتها ممكن تبقى عريضه بالنسبه لهم وجاذبه يعني من وجهه نظر المنتجين. بالعكس، حياه وده فكره مش مظبوط. حياه الرياضي هي حياه غنيه جدا وثريه جدا، بدليل مثلا اللي في امريكا مثلا لما سيلفستر ستالون قرر ان هو يعمل روكي فيلم روكي لسه عايش لغايه دلوقتي تمام. لسه دلوقتي اجيال وفي العالم كله، ده لدرجه ان هو امتد كمان لكريد جزء اول وجزء ثاني وجزء ثالث، من روكي تحول لمدرب في الاخر. فالافلام دي بتحقق نجاح كبير جدا يعني. بس شريطه انها تتعامل بانتاج يتوفر لهم كل الامكانيات. احنا عندنا كمان وبالذات سينمائيا غالبا لما هيكون في مساحة للرياضة في العمل أو للنموذج للشخص الرياضي في العمل غالبا ما بيتاخد في السكة الكوميدي، يعني غالبا بيكون اختيار الحريف. لا، الحريف ده وضع استثنائي طبعا، لكن خلي بالك حتى من قديم الأزل في فيلم عظيم، مش عارف لو انت برضه شفتيه ولا لا، تقريبا ده كان البطولة الوحيدة في حياة عبد السلام النابلسي، كان اسمه عاشور قلب الأسد. عاشور قلب الأسد كان طبعا بيلعب مصارعة، بص من أيام الأبيض وأسود بيلعب مصارعة. مرورا بقى بأنكل زيزو حبيبي للنجم محمد صبحي وأفلام تانية كتير، بس معظمها كوميدي. واحنا بس عايزين نتكلم عن الحريف لأن عيد ميلاد الزعيم عادل إمام بكرة، فبنقول له كل سنة وأنت طيب يعني. ومناسبة إن احنا بنتكلم عن الرياضة لازم نتكلم عن الاستاذ عادل امام يعني وفيلم الحريف، لان الفيلم ده واحد من اهم الافلام في تاريخ السينما المصريه بشكل عام، يعني لان هو طرح فيه فكره، هو مش طرح فيه فكره واحده، هو طرح فيه مجموعه من الافكار، وهو كان التعاون الوحيد تقريبا بين محمد خان وعادل امام عشان يخرجوا لنا الصوره الرائعه دي. بالمناسبه الفيلم ده كناحيه ايرادات هو سقط تجاريا، تجاريا وسقط، بس طبعا هو فضل أثره موجود لغاية دلوقتي، حتى في كأس العالم الأخير 2022 مع النهائي
اكتشفت ان الحريف ترند على السوشيال ميديا. الناس ربطت بين ميسي وفارس ومبابي ومختار ومين هيكسب فيهم، وكان في ربط كبير جدا. وده بيقول ان الفيلم حقق نجاح واثر وسايب اثر لغايه دلوقتي، ان في اجيال صغيره ابتدت تعمل كوميكس ان عادل امام هو ميسي ومبابي هو مختار. هو ليه يا استاذ كريم بيحصل كده؟ يعني ليه بيبقى في افلام بتقعد بقى الاجيال اللي بعد كده كلها يعني او بيعاد تقريبا يعني احيائه مره تانية ونجاحه، ولكن تجاريا وقت عرضه في السينما لا؟ ليه ده راجع لايه؟ هو الحريف تحديدا عادل امام في الفتره دي هو النجم الكوميديا. الحريف هو التحول للدراما الاجتماعيه والدراما الواقعيه، فهو حصل زي ما استاذ كريم بيقول كده بالظبط، حاله استغراب. ده كمان محمد خان عمل ما يشبه الاعجاز في الفتره دي. لو حضرتك سالت اي حد سنه 84 اللي هنجيب نجاح الموجي وعادل امام يعملوا مشهد حزين ماستر سين بتاع زق العربيه ده وكل الناس تتاثر بيه، ما كانش حد هيصدق بنجمين الكوميديا دول. فده كان ليه الاثر. لكن بشكل عام هو احنا عندنا في السينما زي المسلسلات يعني في سيزون العيد بتبقى الناس خارجه من مسلسلات رمضان عندها اشباع كبير. ده زمان طبعا مش دلوقتي، يعني عندها اشباع كبير دراما فبيبقوا عايزين الاعمال اللايت الخفيفه اللي تكون موجوده في العيد. لكن فده للاسف الافلام، معظم الافلام اللي حققت نجاح كبيره للاسف بعد عرضها مش وقت عرضها للاسف كانت موجوده في فتره الاعياد، ودي فتره معروف ان السينما فيها بتحتاج للاعمال التجاريه عكس سيزون الشتاء في السينما هو السيزون اللي بيكون فيه افلام مهمه. نرجع للحريف بس، عشان الحريف هو طرح فكره لعيب الكوره اللي فقد حلمه واصبح شاب 30، فاصبح عادل امام فارس هو بيمثلنا كلنا الشباب اللي بتصارع او الناس عامه اللي بتصارع الواقع، ويا ترى الواقع هينتصر ولا الشخص نفسه. عادل امام في كل افلامه هو كان بيعمل تاريخ مصر، يعني اللي عايز يعرف تاريخ مصر في فتره السبعينات والثمانينات هيتفرج على عادل امام، هو البطل الشعبي اللي بينتصر. يعني هو بيناقش مثلا فكره البيروقراطيه مثلا في الارهاب والكباب وبينتصر بشكل او باخر، بيناقش فكره ازمه السكن في كراكون في الشارع باستثناء الحريف. جميل برضه الحريف هو اللي الواقع انتصر عليه وخلاه يتحول من الحياة العبثية بعد ما فقد حلمه تماما، يتحول بقى للنموذج الواقعي وان الواقع ينتصر. الشخص اللي هيروح يشتغل في تجارة العربيات ويرجع زوجته ويربي ابنه، بس كان النهاية مشهد المنتصر اللي هو زمن اللعب انتهى. برضو من الشخصيات اللي عايشة الى يومنا هذا برغم ان الفيلم ده تم انتاجه من سنين طويلة جدا، شخصية شحاتة أبو كف كبير راحل العظيم نور الشريف. برضه الفيلم ده كتب له الخلود. هو الفيلم كان مكتوب كويس، واستاذ نور الشريف والميكس اللي كان مع سعاد حسني، انا باستثناء بس موضوع السته بمناسبه النهارده ذكرى 6/1، يعني هو ده اللي كان عامل لي ازمه معاه يعني. لكن الفيلم طبعا فيلم لايت كوميدي بتفخر الناس بحاجات كويس. ما 6/1 في شهر 5 يعني النهارده الذكرى. ايوه صح، ده تاريخ مش بايدينا والله، ده تاريخ بالظبط. اتفضل. عالميا بقى كرة القدم ما كانتش جاذبة قوي زي رياضات تانية او زي شخصيات في رياضات تانية، مش كده برضو يعني؟ لا ولا ايه؟ كرة القدم كان ليها نصيب كبير جدا، يعني الفيفا نفسها انتجت فيلم اسمه ذا جول. الفيلم ده من انجح الافلام اللي اتعملت في مطلع الالفية واخد عدد من الجوائز كبير جدا يعني، والفيلم اتعمل على جزئين كمان، جزء وشاب صغير وبيلعب في نادي نيوكاسل وبعد كده لما راح ريال مدريد. في افلام زي مثلا فيلم يونايتد، الفيلم ده بيناقش مانشستر يونايتد في الفتره، بس الفيلم هو كان فيه دراما كتيره جدا لان في الفتره دي سنه 58 كان في ماتما ماسيبي، ده واحد من اكبر مدربين مانشستر يونايتد، فضل يعد جيل من مرحله الناشئين لغايه ما صعدوا فريق اول، وفي خلال بيلعبوا ماتش في ميونخ حصلت سقوط يعني حادثه طياره شهيره يعني، ومعظم الموجودين الفريق كله توفى، نجا من الحادث المدرب وبوبي تشارلتون، وبوبي تشارلتون اسطوره انجلترا يعني، كان عايز يبطل كوره والمدير الفني كان عايز يبعد خالص يعني، لغايه ما حسوا ان لا ان في ولاء وانتماء ولازم نكمل المشوار اللي احنا بدأناه عشان نروح الارواح اللي راحت وغابت عندنا. فكان فيلم مؤثر جدا ونجح ان هو يجيب عدد ايرادات ضخم جدا وياخد عدد من التكريمات بشكل كبير جدا.
كمان كان في فيلم ذا دايموند يونايتد، وده بيتكلم عن واحد من اعظم مدربين كره القدم على مدار التاريخ وتحديدا في انجلترا، يعني بريان كولوف، وازاي هو تولى قياده نادي ليدز يونايتد وهو كان نادي متوسط، وازاي قدر ياخد بيه الدوري الانجليزي ويصعد لنهائي تشامبيونز ليج مره او مرتين. فلا الكوره كان لها نصيب كبير جدا يعني من الاعمال في السينما العالميه، بجانب طبعا الاعمال بتاعه الالعاب القتاليه تحديدا الملاكمه والكونغ فو والكاراتيه والمصارعه، كان ليها اثر كبير جدا يعني ونجحوا فيها يعني بشكل كبير يعني. طب استاذ كريم برضو عايز اروح لنقطه، يعني كنا زمان برضو بنشوف نجوم كره قدم هتكلم محليا بيمثلوا، وكانوا بيمثلوا ونجحوا، يعني منهم صالح سليم مثلا، راحل صالح سليم اللي افلامه بجد مش داخل يعمل مثلا فيلم لايت فيلم خفيف، لكن بيعمل ادوار تقيله وكان تمثيله حلو. صالح سليم بجد، عندك كابتن اكرامي، كابتن اكرامي لو كان فيلم عايز ولد تقريبا كان الفيلم ده خطير طبعا، بس في كتير مثلوا منهم برضو في الاجيال يعني مش هقول الحاليه بس الاجيال اللي كانت قريب، يعني كان احمد صلاح حسني مثل برضو بشكل احترافي يعني. ف بتشوف ده ازاي رقم واحد؟ رقم اتنين، مين من الاجيال الحاليه ممكن استاذ كريم من وجهه نظره الفنيه يقول ان ده لو حب يمثل في يوم من الايام ممكن ان هو ينجح زي يعني اللي سبقوه؟ طيب هو بمناسبه بس صلاح سليم، هو كان معروف ان في صراع منافسه حقيقيه بين يوسف شاهين ومحمود ذو الفقار يعني. يوسف شاهين ومين؟ محمود ذو الفقار. أوكي. يوسف شاهين في الفتره دي اكتشف عمر الشريف، فمحمود ذو الفقار كان اكتشف صالح سليم، وصالح سليم ما كملش بعد وفاة محمود ذو الفقار وعمل بيه مشروع كبير يعني. والسينما كاريزمة كابتن صالح طبعا يعني في الشموع السوداء قدرت انها تفتح باب لرياضيين كتير جدا ولعيب الكورة بعدها ان هم يكونوا موجودين، بس للأسف ما فيش حد فيهم حقق النجاح اللي حققه كابتن صالح يعني. دي حقيقة، لان كابتن صالح كان عنده مقاومات الممثل طبعًا، خصوصا في فترة الستينات دي، الجان، ضخامة الصوت، الرزانة. بعد كده كان في كابتن اكرامي وكابتن عادل هيكل ومجموعه من الكباتن، بس ده للاسف دلوقتي ما بقاش متاح بسبب ان زمان كان الدوري 12 فريق وبطوله افريقيا بتتلعب من 5-6 ماتشات، دلوقتي احنا عندنا مساحه وقت كبيره جدا، فعنده مساحه وقت ان هو يروح يصور ويشتغل وكده. دلوقتي كان احمد صلاح حسني ودخل المجال بعد ما اعتزل. اما بخصوص سؤال حضرتك، في اتنين من لعيبه الاهلي ينفع يمثلوا؟ هتقول شناوي؟ لا. كهربا؟ لا كهربا لا، الناس كلها بتقول كهربا بس كهربا مش هيعرف يخرج بره كهربا. اوكي. فلا قفشه، لان قفشه تركيبه. اوكي. ومصطفى شوبير. مصطفى شوبير. مصطفى شوبير. فعلا. اشمعنى؟ مصطفى شوبير تركيبه وعنده كاريزما وعنده صوت مميز ومثقف، والفنان لازم يكون مثقف عشان يعرف، يمكن طبعا الاستاذ كريم عارف ده، يعرف يشتغل على الشخصيه ويطلع منها تفاصيل ويطلع. مصطفى شوبير وكمان وشه سينمائي يقدر يعمل ده. قفشه تركيبه برده بس يتوظف بشكل قفشه، يقدروا يعملوا ده بسهوله، بس هتبقى ادوار برده محدده، ادوار محدده، لكن مصطفى شوبير يقدر مؤخرا كمان شفنا من ضمن المشاركات اللي كانت ضيوف شرف طبعا، وكانت لطيفه جدا في مسلسل الكبير، كابتن بركات وكابتن زايد معوض بالظبط كده واحمد حسن برضه. كابتن بركات نفس كهربا مش هيعرف يخرج من شخصيه كابتن بركات يعني، زي كهربا ممكن توظف في اعلانات في كده، لكن كهربا ياخد دور ما شخصية الا لو طلع بشخصيته الحقيقيه يعني. الحقيقه. اوكي حلو ده. طيب خليني اروح معاك برضو لنقطه ثانيه، في الدراما العالميه والسينما العالميه اشتغلوا سنوات طويله جدا ان هم يؤثروا على المجتمع بفكره اهتمامهم بالمرأة، دور المرأة تحديدا يعني في الأفلام الأكشن، حتى تلاقي مثلا طيارة اتخطفت يا كريم، اللي بينقذ الطيارة هي المضيفة اللي هي امرأة، دور المرأة بيبقى دايما مؤثر في أي فيلم ليه علاقة بالعيلة، إن هي بيبقى ليها دور كبير هنا. واحترامي الشديد بقى تلاقي هنا الأدوار لسه ما زالت 80% أو 70% منها الست بتطلع حتى في التتر بتاخد قلم،
بيتجوز عليها، لسه بيتم التعرض ليها في الشارع، حاجات زي كده ربما حتى هي غير واقعية في مجتمعنا، لأن المجتمع المصري ما بقاش أصلا كده. فليه إحنا لسه ما زلنا متمسكين بالفكر الرجعي الغلط والعادات والثقافة اللي إحنا أصلا حاربنا، والمرأة حاربت على مدار سنوات طويلة جدا عشان تقدر إن هي تمحي الموضوع ده وتسيطر على هذا الفكر، لسه بنعرضه لحد هذه اللحظة. ومش عايزة أذكر أسماء، بس حضرتك عارف أنا مش قصدي على العمل الدرامي ده الوحيد على فكرة. ليه إحنا لسه لحد هذه اللحظة بنحاول إن إحنا نرجع لورا مش نطلع لقدام؟ مش عارف احنا كل مره بنختلف ليه، بس هو ده موجود، مفيش مشكله ده موجود. بس في نفس الوقت احنا بقى لنا سنتين ثلاثه بقى في اعمال تانية للمراه متصدره بيها المشهد وبتقدم رسائل حقيقيه. قلت 80% اكيد ال 20% فيهم الاعمال اللي حضرتك بتتكلم فيها، بس الماجوريتي ايه؟ لا بالعكس، يعني مثلا نيلي كريم على مدار الثلاث اربع سنين الاخيره قدمت اعمال كتير جدا في ده، منى زكي السنه دي قدمت في ده، الا انا والاستاذ كريم كمان كان متواجد في حكايه من الحكايه ويبقى الاثر تقريبا يعني، فقدموا ده كمان بشكل كويس. الناحيه الثانيه احنا عندنا مشكله في الصناعه بشكل عام كده يعني، في ناحيه مفيش تطوير، مفيش حداثه، خصوصا في فكره السكريبت. السكريبت عندنا تملي هو بيدور في حوالين مواضيع مستهلكه، يعني معروف ان عدد الحبكات الدراميه هم 34 حبكه، احنا بنشتغل بسبعه ثمانيه لغايه دلوقتي يعني ما بنتعداش ده، واكيد برضه استاذ كريم عارف ده، وما بنطورش فما عندناش حداثه. لكن في ناس بتطور يعني، عشان برضه من يعني مثلا مريم نعوم بتطور، عبد الرحيم كمال بيطور، في مجموعه من الاسامي بتطور حتى على المستوى الاخراجي، تامر محسن ومحمد ياسين وكمال ابو زكري ومريم ابو عوف، الناس دي بتطور في الصناعه. لكن للاسف في ناس عندنا لا ما اتطورتش، معتمده على فكره ان انا هعمل عمل فالعمل ده ممكن يجيب نجاح فهقدر يعني استهلكه مره واثنين لغايه لما الناس تزهق منه، لغايه ما الناس تزهق منه خالص. وللاسف ما حدش بيتعلم من ان فكره الاستهلاك الكتير ده والاستسهال ما بيعيش اكتر من سنه او سنتين. انا ممكن اكمل بس دي عشان اللي انا حد مثال بقى، هقول اسامي افلام بقى، اوكي عشان اترجم اللي انا بقوله. احنا في اعمال اكيد بنسبه قليله اللي حضرتك بتذكرها، وفي اعمال ماجوريتي اللي انا بصراحه بذكره. معلش لما جاء الناس تقارن ما بين كان اسمه الباب المفتوح تقريبا، وطبعا فاتن حمامه وصالح سليم وتيمور وشفيقه، ده كانت مقارنه المجتمع تحدث عنها تحديدا على السوشيال ميديا. شوف هنا كان المضمون ازاي، وشوف هنا كان نهايه الفيلم ازاي، ان البنت الطموحه اللي وصلت انها تبقى وزيره عشان راجل بيحبها كان عايز يقفل عليها، مش عايزه تستمر في الشغل ده، فجاب لك ان الشغل ده جاب لها خطوره كانت هتاثر على حياتها، ففي الاخر استغنت عن الوظيفه عشانه. ما هو ده غلط، ما هو ده رسائل غلط لاجيال جديده بتصدرها. ليه ما عملتش نهايه تانية؟ ان هي لا خسرت شغلها ولا خسرت حبيبها، وحبيبها بيدعمها. وشفنا افلام زمان كتيره زي كده، مراتي مدير عام وغيره، في النهايه الراجل ما سيطرش على المراه وعمل لها انسلاخ عن عملها ابدا، كان بيشجعها رغم ان كان في مشاكل وغيره. حضرتك واصله لك البوينت بتاعتي؟ حضرتك طرحتي طرح عظيم جدا يعني، وده عندنا ازمه في الصناعه فيه يعني. هو الباب المفتوح كان بطولة مين؟ فاتن حمامة بس خلاص. ففاتن حمامة في الآخر هي اللي لازم تنتصر. تيمور وشفيقة كان بطولة أحمد السقا، فيلم منى زكي موجودة بس. وإحنا بنعمل الكتابة والسيناريو والفكرة والمضمون عشان البطل مين؟ عشان البطل. إحنا وصلنا لزمن ده صعب السيناريو جدا. السيناريو نفسه فقد جزء كبير من خصوصيته الفنية، بقى بيتقال عليه ورق، وبقى في اعمال بتتصور كتير من مشاهدها على الهواء. فللاسف يعني في مستجدات في الصناعه نتج عنها نقص في حاجات كتير مهمه تكون موجوده. يعني فكره التصوير على الهواء دي مشكله. الكاتب بيبقى قاعد شغال بيسلم عدد الحلقات بتاعته على الهواء، فالعمل بيتعرض وهم لسه بيصوروا. ولو كان العمل كوميدي على فكره، النجوم الكوميديا اللي هم ابطال العمل عادي جدا الورق ده بيتحيد وبيقعدوا يقول لك بنكريت المشهد. ده في حاجه اخطر كمان يعني، مثلا استاذ كريم مثلا اضرب مثل بحضرتك موجود في المسلسل بس دورك مثلا 8 حلقات او 7 حلقات بس، حضرتك اول ما المسلسل ابتدى يتعرض فحققت تفاعل مع الناس، خلاص هنكبر الدور ده على حساب حد تاني. يعني انت في حاجات بتحصل غريبه. دي حقيقه. اه طبعا. انا مثلت قبل كده، عملوا لي مشاهد جديده. الدوله لازم والله هل الدوله لازم يبقى لها قول
في كواليتي الفن المقدم للمجتمع طالما الدولة بتدور على بناء الشخصية المصرية وعلى تصحيح الأوضاع المغلوطة الموجودة في المجتمع، تمرر رسائل معينة حتى ولو ما بين السطور في أعمال فنية، عشان يبقى عندنا تاني عودة بقى اللي انت كنت بتتكلمي فيه، فكرة القدوة اللي المفروض فعلا نقتدي بيها بغض النظر عن الحسابات التجارية والملح والفلفل والشطه بتاعت الشخصيات اللي بتاكل مع الناس على حد تعبير صناع الفن حاليا. ده ممكن يكون جزء من حل المشكله، يعني ان يعني ما يكونش في استحواذ بشكل كبير على فكره الفن يعني، لكن يكون في جزء من حل المشكله ان الدوله بنفسها تطرح مجموعه من الافكار ومجموعه من المواضيع وتبتدي تتناقش، بس مش استحواذ كامل يعني، ان الفن اصلا يعني لازم يكون متاح للجميع. يعني الدوله هي اللي تطرح؟ لا مش واصله لي زي هقول لك زي مع فرق المحتوى، زي ما كان بإعاز من الدولة بطبيعة الحال شفنا حاجة محترمة زي فيلم الممر. طبعا هو الحاجات دي بتاخد الشكل اللي هو الخلفيات بقى بتاعت الحروب والبطولات العسكرية إلى آخره. بمناسبة احنا بنتكلم عن الرياضة يعني، مسلسل تقولها ده كان بإعاز برضو يعني احنا لازم نكرم الأبطال الأولمبياد بتوعنا ونعمل لهم مسلسل، كان مسلسل تقولها دهب يعني. فممكن ده يكون موجود حتى لو رجعنا في شبه قطاع الانتاج زمان، هو كان قطاع ملك للدوله، بس كان في ناس كتير جدا بتنتج، بس الدوله ليها بعض الاعمال هي اللي بتشرف عليها. ممكن ده يرجع بصوره او باخرى يعني يكون موجود ويكون جزء من حل المشكله يعني. قد يكون يعني بس برضو حضرتك من الناس المعنيه بهذا الملف، ازاي ممكن تساعده يعني؟ حضرتك دلوقتي ذكرت امور كتيره جدا محتاج ان هي ينصلح حلها بصراحه يعني، او يتم تغييرها تعديلها تطويرها. برضو حضرتك مع الحوار اللي المفروض يكون داير مع الجهات المعنية مع الأشخاص المعنيين، ما بيبقاش فيه طرح لده، ما بيبقاش فيه محاولات لده، ما بيبقاش فيه لقاءات مع سيناريست معين مخرج معين معروف له كلمة منتجين؟ لا ده بيحصل بشكل مستمر وما فيش نتيجة. بيحصل بشكل ان الفكرة كلها ان المنتج هو عايز يصور العمل بتاعه في شهر ونص عشان يوفر تكاليف احسن ما يصوره في 6 شهور. فهنا القصة كلها هي في تحكم راس المال، فهي دي الفكرة. ده نتج عنه ايه؟ نتج عنه اوضاع مش مظبوطة يعني. في وقت من الاوقات يعني مصطلح السينما التجارية في وقت من الاوقات كان هو اللي اليد العليا في الصناعة يعني، كان بيبقى المنتج الفلاني اللي دايما عنده تحبشته الخاصة اللي بتعتمد في المقام الاول على مطرب شعبي وزائد راقصة شرقية، وايا كان بقى السيناريو مهلهل ما فيش سيناريو من اساسه. لكن حتى ده ما تقدرش تغلطه، ما في الاخر بينزل بالعمل ده في السينمات، الفيلم بيكسر الدنيا بغض النظر ان هو صفر المحتوى. طب انت تقدر تيجي تغلطه لما يعمل زيه تاني وتالت ورابع؟ ما هيقول لك الرد الكلاسيكي بتاع الجمهور عايز كده. وشفناها رد ده اصلا من منتج معين كام سنه فاتت قال لك كده بالظبط. الجمهور يعني الجمهور بيتابع اللي معروض عليه، لكن لو في اعمال جيده بتتعرض فالجمهور برضه بيتابعها وبتحقق نسب نجاح وبتحقق نسب مشاهدات. وحتى في السينما يعني هضرب لحضرتك مثل يعني، ان دلوقتي احنا في السينما في السيزون بتاع افلام العيد ده هو المتصدر بقاله 3-4 اسابيع احمد داوود بفيلم معمول رعب هو بس دخلته معمول بشكل كويس. حلو قوي على فكره، حلو عجبني فعلا. اسمه ايه معلش؟ يوم ال13 ودينا الشربيني واحمد داوود عاملين شخصيات. انا خبيره في افلام الرعب فاقدر اقول لك بجد والله الفيلم ده فعلا حلو. لا اول فيلم رعب حقيقي حلو مصري. ده حقيقي فعلا وواقعي جدا، والتصوير والكادرات والسيناريو معمول فيه والتمثيل كويس، وفيلم نازل في سيزون عيد اللي هو معروف ان هو افلام تجاريه، والفيلم حقق نجاح كبير جدا يعني. ففكره ان الجمهور عايز كده لا دي مش حقيقه، هو فكره استسهال في الانتاج بس مش هو المنتج اللي عايز كده. طبعا المنتج هو اللي عايز كده. دي حقيقه والله صح. يعني حديث شيق مسيو كريم والله كالعاده، ولسه عندنا كلام كتير تنورنا ان شاء الله في حلقه ثانيه ان شاء الله. بشكرك على وجودك معانا النهارده وان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله. وهنطلع فاصل سريع يا مشاهدينا المحترمين ونرجع بقى نكمل الكلام بس في اطار مختلف وبمحتوى مختلف. خليكم معانا.